لأنه سينيرو كان عندي مع واحد الخلافات اللي كيعرفها الجميع، لا هو بعض المنخرطين السابقين، وبحب الفريق ديالي اللي أنا عشت فيه وتراكمت فيه بزاف ديال المناصب، وآخرها هو التراكوز ديالو، والحمد لله كما كيتذكروا رؤساء السابقين ما كنعرفش علاش الزيتي ما كيتذكرش، والزيتي وليت عند القيادة بالفريق من القسم الوطني الثاني للقسم الوطني الأول، وكاين بعض اللاعبين اللي الحمد لله راهم ضمنوا المستقبل ديالهم في هذيك الحقبة، وكان معايا السي أسامة الناصري اللي هو الرئيس الحالي، كان معنا أصغر نائب رئيس في المغرب يمكن في العالم، فإذا بي كنت فاجئ من بعد الاجتماع الأخير اللي كنا درناه هنا في أوتيلابي أفونتي، كنت فاجئ بأن بعض المغالطات كتخرج من بعض الإخوة اللي كانوا حاضرين معنا وبغاو يديروا الزياتي داك الشمعة اللي تحلقوا عليها، الزياتي راه مجيد الحلو، راه الزياتي بغا، راه الزياتي بغا يصنصر، راه الزياتي بغا يدير، بغا هادي. أنا كنقول لهاد الإخوان اللي كانوا حاضرين معنا في الاجتماع، بان لي الناس موقرة على هما حجم على عراك، الزياتي راه ما كيصنصرش، وكون بغا يصنصر، راه الإخوان كانوا معايا، وكون بغا يبيع الشباب، راه الإخوان كانوا معايا. ولا الناس بعد حوايجها سي أسامة راه يقول لك واش بعت انا وسي أسامة يقول لكم هو الاخوان اللي كانوا معايا وسي مالتي راهو حاضر اللي كنت غادي نضحي بالعمل ديالي والعمل ديالي راه ما كنتش فيه كما كيقولوا بعض الناس راه عايشين من الكرة راه كنت كيطار حتى الدنيا يبغي علي يبغي ويكره علي كاع ورا الاخوان اللي جاو عندي الشركه اللي كنت خدام الشركه العالميه وكيعرفوا الخدمه ديالي وكيعرفوا المستوى ديالي وكيعرفوا العمل ديالي في خدمتي باش ينوض ويقول لك انا ضربت للجهه الاخرى ايوا لا تكون انت لا تكون انت عاد باش لا يعرف راسو لا سي طارق ولا خليك ما تدخلش معايا في حكايات ويمكن لو غير كنتي حاضر معاه فاش هضر في هذا عبد ربي راه يمكن كنتي حاضر وكنتي تجاوب مني هضر كنتي تجاوب يمكن قلت لك يمكن يمكن كنتي حاضر معاه شوف سي طارق انا هنا جيت راه مكنتش غنجي لهذا الاجتماع مكنتش غنحضر ليه وحلفت لان شباب المحمديه ما غنبقاش نحضر ليها وما غنبقاش نتفرج فيها لا تاتا لا بغيت نتفرج في التلفزيون مي ولاو بحال هاد الشيء ديما ديال ما عرفت غادي شوف راه جاتني عار هاد الجمع هذا والله يكمل ولكن ملي غتجيبوا لي الوقت راه غادي نتحاسب معاه والزيتي راه ما كيبيع ما كيشري وراه ما مشيتش كنتفاوض مع الحلو على اساس باش ندخل لجيبي والناس راه كانوا مشاو يتفاوضوا باش يدخلوا لجيبهم وزيدو راه نقول لكم واحد الحاجه شتي هذا الجمع هذا الله يعاونكم به الله يسهل عليكم به تسير سناب بيت تسير وعرفناها اش كيسوى لا تا راه شي بلاد تاعي خلينا نهضر الناس راه تصبع تسوي سير دوزناه وعرفناها اش الخبايا ديال السير واللي قال لها سيدة بادة يدير يدو فيها ورا تما كاينين ثلاثة د الرؤساء اللي دازو على الشباب وهذا هو الرابع ها هو اللي كيهضر هذا هو الرابع ورا كيعرفوا اشنو كاين وكيعرفوا ملي كتجي الفلوس وفين تخسرات وفين مشات وكنعرفوا جميع الخبايا ولكن الله يخلصني كان سبب في الاغراق ديال الشباب الله يخلصو اللي كان سبب في اغراق ديال الشباب المحمديه ولولا بزاف المعطيات انا كنقول خريج دابا ويمكن راه الاستاذ هضرت معاه
والله يترفع دعوى قضائية بالله الوكيل العام من 2019 من 2019 ما خليناش تقرير لا اللي ديال الفرقة من 2019 ودخلت فلوس وخرجت فلوس وقيامة القحلة وكاين شي حوايج سيادتي راه كيعرف كل شيء ولكن هذا اللي هضر سياسي سياسي السابع لك وسياسي تاريخ عليك وسياسي الموقع لك وسياسي 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 حتى تموت وغنبقى دائما سير وفاقتي هذه وراك كيما كنت انا ماشي نتفرج غنتفرج على التلفزيون ولكن ملي تلزر راه كيضر عليا الحال عرفتي علاش؟ حيت العائله ديالي كامله كتموت على ديك الروبو هذاك وشكرا الحاج لكم لا 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 الحاج حتى واحد ما غيتسال على التجارب ديالك اللي غيقولها في الهضره ما كيعرفش الحاج السياسي اش كيسمع انا الاخوان لا تسمعني تبي 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 باش نعطي انا ما غاديش نستحلو راه ما تقولوا لا عطيني لا 100 لا 20 لا 30 ما عرفتش تشعلو مساكن الماديه هو كاين حاضر الحاج انت هو كاين هو الحاج انت مشيتي انا مشيتي عند الحدو هضرنا على الشباب انا وياك هضرنا على الشباب وشوف وهاد الاخوان هاد هاد ختو ختو وكمال كروان تلاقينا في القهوه وسلمت عليهم كل شيء برك قال لي برك مرحبا وبرك قال لي ربي الله يرحم والديك الله يعطيك لاباس الحيو الله يجازيك بخير يا ما مرحبا ما كاين حتى مشكل ما ان الله غفور رحيم ياك واستدعيتو انا للاجتماع وجينا الاجتماع مع السادة العشية فإذا به السيد كيقول لك حنايا ما كانوش لي معايا مع السادة إذا نحن ولينا دراري صغار اجتماع الثاني كذلك جينا وحضرنا وفي الأخر نولي نسكروا دورة خاوية الحاج الشيء أنا راك نعاودها راك بغيت نصبصر راه هو داك السيد راه معايا راه هو المالكي راه يقول لكم اش كاين الحاج وكل بغيت ندفعوا شيء وهلي ولكن دابا انا الحاج نكمل الكلمه ديالي يا رشيد هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه ام دي جي اس نربحوا الرياضه